بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوا بعض القرآن ببعض. قال رحمه الله: وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، قوله: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن الاختلاف، الذي هو اختلاف التضاد الذي يؤدي إلى الهلاك، واختلاف التضاد ومخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهما يؤديان إلى الهلاك. والغرض من سياق الشيخ رحمه الله هذه المسألة والإطالة فيها نهي هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم قبلها السابقة في اختلافها على كتاب الله وعلى أنبيائها. فهذه الأمة يجب أن تحذر من هذا المسلك الخطر والمنعطف الصعب. وفي المثل: خيركم من وعظ بغيره. فهذا قصد الشيخ رحمه الله. يقول إن هذا الحديث كتب به الإمام أحمد إلى المتوكل الخليفة المتوكل. الإمام أحمد رحمه الله جرى عليه من الامتحان في هذا الأمر الشيء المعروف، لا سيما القول بخلق القرآن، فإن المأمون أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل، وذلك بتأثير من جلساء السوء من المعتزلة، لأنه استوزر المعتزلة. فالمعتزلة أملوا عليه هذا المذهب الخبيث وأغروه بمعاقبة أهل السنة الذين يقولون أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة. والمعتزلة تبعا للجهمية يقولون القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، والله لا يتكلم، وليس بيننا كتاب من الله نزل من عند الله، وإنما بيننا مخلوق كسائر المخلوقات، قبحهم الله. فأملوا على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث واقتنع به وأراد أن يجبر الناس عليه، وقتل من قتل من الأئمة، وامتحن من امتحن، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد عذبه بالضرب والسجن. ولما مات خلفه من بعده المعتصم أخوه المعتصم، فسلك نفس المسلك مسلك المأمون وعذب الإمام أحمد. ثم جاء الواثق ابن المأمون فسلك هذا المسلك وعذب الإمام أحمد، وهو صابر محتسب يصبر على الضرب وعلى السجن، ويقول القرآن منزل غير مخلوق، وإذا قالوا له قل مخلوق قال: هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت
إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد رحمه الله، فأفرج عن الإمام أحمد وناصر أهل السنة وقمع أهل البدعة، فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث. وخير ما ينصح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كتب الإمام، قال كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. نعم، كتب إلى المتوكل بهذا الحديث، وجعل يقول لهم، يوصيه بأن يمنع الاختلاف في ضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويمنع قول المعتزلة والجهمية، فالقرآن واضح في أنه منزل من عند الله، وأن الله تكلم به حقيقة، وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق القرآن كما يقولون. نعم، قال: وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إن قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. نعم، مناظرته للمخالفين يوم الدار، يعني دار الوزير، وزير الدولة، وزير الدولة. نعم، إبراهيم بن فلان ما أدري، لكن هو كان جرت المناظرة في هذه الدار بينهم وبين الإمام أحمد، فيقول الإمام أحمد: إنا نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويشير إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجمع بين نصوصه وبين آياته ويفسر بعضه ببعض. نعم، قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: قال: وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. إيه نعم، هو كتب به إلى المتوكل لعلمه بما في الاختلاف من الفساد العظيم، وما في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظيم، ولا يحصل الاجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة. أما إذا اختلفنا في الكتاب والسنة وكل ركب رأسه وأخذ رأيه، حصل التفرق، وبالتالي يحصل التناحر والتضارب بين الأمة وسفك الدماء. نعم، قال: وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. قال المؤلف رحمه الله: وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. نعم، هذا الحديث وإن كان غريبا، والغريب هو ما تفرد بروايته واحد، نعم، ولكن له شواهد كما قال الشيخ رحمه الله تؤيده وتقويه. ثم إن الشيخ أبدأ مناسبة أنه أطال في هذا الموضوع، نعم، وأورد فيه من النصوص لأهمية هذا الموضوع، لأهميته. وإن كان أصل الكتاب اللي هو اقتضاء الصراط ليس القصد منه هذه المسألة فقط حتى يطيل فيها، لكن لأهميتها أطال فيها، لأن سبب هلاك الأمم هو في اختلافهم، فلذلك نهيت هذه الأمة أن تتشبه بالأمم السابقة في الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يحكم ما يريد. فالحاصل أن الشيخ أطال في هذا، واستفدنا منه فائدة عظيمة في ما أورد من هذه الأدلة وما أورد من التوضيح لهذه المسألة، وهي مسألة الاختلاف في القرآن والاختلاف في السنة، وعدم الأخذ بطرف وترك الطرف الآخر من الكتاب والسنة. وكثيرا ما يحصل هذا الآن، فإن كثيرا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يصلح لرأيه أو هواه، ويقول: أنا أستدل بالقرآن والسنة. فنقول له: كذبت، أنت لم تستدل بالقرآن والسنة، لأنك أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر، فأنت شبيه بالذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه اختلافا في بعض الآيات ومشادة بينهم، فالنبي غضب من هذا وقال لا ينبغي لكم هذا الاختلاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: إنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. إذ نعم، هذا هو الغرض، الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه، كما هو يعني منهج الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم، التنبيه على ألا تتشبه هذه الأمة بالأمم السابقة فتختلف في كتاب الله، تضرب بعضه ببعض، وكل يأخذ بطرف ويترك الطرف الآخر. نعم. قال: إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. نعم، هذا الاختلاف المهلك هو مذهب، هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى لما اختلفوا في كتابهم، ومثل المجوس الذين يعبدون النار، المجوس هم أمة يعبدون النار ويقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فهذا اختلاف في القضاء والقدر، ولم يقولوا إن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله عز وجل، ولا دخل للنور ولا للظلمة ولا لأي مخلوق في القضاء والقدر، وإنما هو سر الله جل وعلا في خلقه. وكذلك الصابئة وهم أتباع نمرود الذين يعبدون الكواكب، وبعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في القرآن، إنما هلكوا بسبب هذا الأمر، وهو أنهم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم، وظنوا أن هذه الكواكب أنها هي التي تدبر الأمر والكون، فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض وصاروا يعبدونها من دون الله. ولذلك أنكر عليهم خليل الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مش حجتهم؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجة؟ كلا، فما جاءوا بحجة إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. وكذلك مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة وهم القدرية، نعم، الذين نفوا القدر وقالوا إن كل مخلوق يخلق فعل نفسه، ولم يقدر الله الكفر ولا الإيمان، وإنما العبد هو الذي يخلق هذه الأشياء، فالعبد يخلق فعل نفسه. فزادوا على المجوس، المجوس قالوا بخالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى، وأن كلا يخلق فعل نفسه، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس، بل زادوا عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال. نعم، هو الأصل الضلال أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا قياس شبه ولا قياس شمول، وإنما يقاس بخلقه قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. فأما قياس العلة، قياس الشمول، فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وأفعاله في غاية الحكمة وغاية العلم والإتقان، فنحن لا ندخل في أفعال الله ونسأل لماذا قال الله كذا، لماذا فعل الله كذا، نحن منهيون عن
عن طلب الدخول العلم. عن الدخول في أفعال الله، وأننا ما نأخذ منها إلا ما عرفنا علته وعرفنا حكمته. نحن نؤمن بأن الله حكيم عليم سبحانه، وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة إما بنص، بأن نص عليها، أو بدلالة الأثر على ذلك، أو الشواهد على ذلك، وقد لا نعلمها. فنحن لا نتوقف على أن نعرف الحكمة، وإلا لا نعمل بشيء. فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما كما هي مذاهب المجوس والقدرية. نعم، وإما بأن فعله بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره. هذا الأخير هو مذهب الجبرية الذين يقولون ما قدره لا يأمر بخلافه، فينكرون الشرع، يثبتون القدر وينكرون الشرع. والمعتزلة على العكس، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر. نعم، قال حتى السنة والجماعة جمعوا بينها، فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع. نعم، قال: حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا القدر، كما ذكرنا، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. لما زعموا أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر، بعضهم أثبت القدر ونفى الشرع، وبعضهم على العكس أثبت الشرع ونفى القدر، دفعا للتعارض بزعمهم. والواقع أنهما لا يتعارضان، وأن كلاهما حق. نعم شيخ، هل لنا أن نقول في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الحسنات وأنا نتكل فقال اعملوا، أنه ما علمنا بالقدر إلا من خبره صلى الله عليه وسلم، فكما يجب التصديق بخبره يجب التصديق بالامتثال لأمره، أنه هو الذي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقدر وقد أمر بالعمل في قوله اعملوا. هو ما أخبر بالقدر صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعطل الأعمال ونتكل على القدر، وإنما أخبر بالقدر من أجل أن نؤمن به، ومن أجل أن لا نجزع إذا فاتنا شيء بعد فعل السبب. نعم، إذا فعلنا السبب ولم يحصل المقصود لا نجزع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فأنت عليك فعل السبب فقط، وأما القدر والقضاء فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا تدخل فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. هذا السبب الضلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. نعم، هذا هو سبب الضلال، أن بعض الباحثين أو بعض المتعالمين أو بعض المغرضين، نعم، إنما يتكلمون بدون أن يستقصوا الأدلة، دون أن يستقصوا الأدلة ويقارنوا بينها، وإنما ينتزعون طرفا ويركزون عليه ويتركون البقية، فهذا هو سبب الهلاك. فمثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وحكموا بها وكفروا أصحاب الكبائر وتركوا نصوص الوعد والرحمة. المرجع على العكس، أخذوا نصوص الوعد والرجاء وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فهو السبب الهلاك هو التفريط ببقية العلم، وأن يأخذ قسطا من العلم ويزعم أنه عالم، ويترك الطرف الآخر والكثير من العلم الذي يوضح ما معه أو يكمل ما معه. هذا هو سبب الضلال، وهو الذي لا يزال في الناس اليوم، التعالم.
أو التغرض. بعض الناس عنده تعالم واعتداد بنفسه، وبعض الناس عنده تغرض وقصد للتضليل، فنحن منهيون عن هذا الأمر، وأننا لا نتكلم في مسألة من المسائل العلمية الشرعية حتى نستقصي ما ورد فيها من النصوص من الكتاب والسنة، حتى نتكلم عن علم واستقصاء، ولا نأخذ بعض الأدلة ونترك البعض الآخر. هذه قاعدة عظيمة. نعم شيخ، مما نراه أن هذه الجرأة على كتاب الله وسنة رسوله عند من نال قليلا من العلم ليس موجودا في العلوم الأخرى، يعني يعطون العلوم، ليس من أدرك قليلا من الطب زعم أنه طبيب ويفتي، ومن أدرك قليلا من الهندسة أو الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ زعم أن له حقا يقول الكلمة الأخيرة والفصل. في المقابل في أحكام الشريعة لا يسلمون لأهلها المختصين، ويزعمون مثل ما ذكر الشيخ أنه المنازع في شيء قليل قبل أحكامه جمع حواشيه وأطراف. نعم، وكذلك يعني أن الذي عنده قليل من الطب لا يتوقف عند علمه ولا يدخل في طب لا يعرفه، لأن هذا يترتب عليه هلاك الناس. نعم. وكذلك الصناعات والمهن والحرف لا يدخل فيها إلا من يتقنها. أما مسائل الشرع فعندهم أنها حما مباح لكل أحد يتكلم فيها، من هب ودب، الجاهل والضال والمغرض يتكلم فيها كل من شاء، وأنها حرية، وأن حرية الرأي عندهم من هذا النوع. وإذا ردوها لآلهة قالوا تحجرون علينا، وقالوا ما أنتم أوصية، يقولون من الحين ينادون يقولون ما أنتم أوصية على الناس. طيب نحن نبلغكم رسالات الله، نبلغكم كتاب الله وسنة رسوله، ما نحن أوصية، بل الله وصانا بهذا. الله جل وعلا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فنحن الله وصانا بهذا، وصانا بأن نبلغ وأن نبين للناس، وهذا لأجل الإشفاق عليهم ومصلحتهم، أو من أجل الترأس عليهم أو احتقارهم أو نحو من ذلك. ولا يظن بحذاق الأطباء والمهندسين إذا حذروا من المتعالمين أنهم يحجرون على الناس هكذا. ولهذا يقول في المثل، يقولون يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي ونصف فيلسوف. هذا نصف الفقيه يفسد البلدان لأنه يعني يفتي بغير علم، ونصف الطبيب يفسد الأديان، يفسد الأديان، نصف الطبيب يفسد الأبدان. نعم، يفسد الأديان. نصف المتكلم، احنا قلنا فيلسوف، لا متكلم. نصف المتكلم يفسد الأديان، يفسد الأديان. ونصف النحوي يفسد اللسان. يفسد الدنيا أربعة، نصف فقيه، نصف طبيب، نصف نحوي، نصف متكلم. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. رجع إلى الأول. نعم. الشيخ يستطرد ثم يرجع إلى أصل الكلام الذي قاله. كل هذا تفسير لقوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، يعني الأمم التي قبلنا خاضت في عقائدها وفي كتبها المنزلة، فسيوجد في هذه الأمة من يشابهها، وقد وقع كما ذكر الله جل وعلا. نعم. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده
كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم. نعم، وهذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهد بالإسلام أسلموا عام الفتح وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد الفتح مباشرة. نعم. رأوا المشركين يعكفون على سدرة يقال لها ذات أنواط ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، فلقلة علم هؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يفعلون عندها ما مثل ما يفعل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستغرب وكبر الله عز وجل وقال إنها السنن يعني الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأصل البلاء هو التقليد والتشبه، فالتقليد والتشبه هما أصل البلاء، تقليد والتشبه بالكفار والتشبه بأهل الفسق وأهل الأهواء، هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.